هل ممكن سؤال تاني؟ ممكن. بعد إذن حضرتك، هو لو حد الشباب اللي عندها ضمور في المخ أو ملازمة داون، ينفع كأخت ملتزمة أسلم عليه باليد، مصافحة باليد؟ عندها ضمور في المخ وإيه؟ ملازمة داون اللي هي المعروفة بالمنغولية اللي هم بيبقوا كلهم. طب إيه المانع إنك تسلمي عليها باليد؟ نعم؟ إيه ما المانع أن تسلمي عليها باليد؟ لا لو شاب، شاب يجوز؟ شاب، وكم عمرها؟ بيبقوا كبار، يعني أنا مثلا داخلة ملجأ فيعني. إذا وجدت فتنة لا. الأفضل لا حضرتك؟ إذا وجدت فتنة، يعني لكن ممكن يضع يده بحائل مثلا لضرورة. أيوه جزاك الله خير. وعليكم السلام.